اهلا وسهلا متابعين قناه المختص للاجهزه المنزليه والتبريد والتكييف. يا ريت لو حضرتك اول مره بتشوف القناه تشرفنا بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. من اكثر المشاكل اللي بتقابلنا في مجال التبريد والتكييف وبالذات في الثلاجات المنزليه انه الزبون بيشكي يقول الثلاجه ما بتفصلش، وجبت واحد فني ركب لي ترموستات وبرضه الثلاجه ما بتفصلش، او ركب لي ترموستات الثلاجه بتفصل كتير 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 ما بتلحقش تبرد، او فصلت اول يوم وثاني يوم وبعد كده بطلت تفصل. في الواقع انا عايز اقول لحضرتك كفني او كصاحب ثلاجه، مش كل ثلاجه ما بتفصلش يبقى السبب من الترموستات. يعني لو الثلاجه تبريدها ضعيف مش هيوصل الترموستات لدرجه الفصل، هي مش هتفصل. طب لو الثلاجه تبريدها قوي يبقى انا لازم اختار لها الترموستات المناسب، لان في كذا نوع من الترموستات، ده ترموستات وده ترموستات وده ترموستات وده ترموستات وده ترموستات. هل اي واحد في دول ينفع يركب لاي ثلاجه؟ طبعا لا. تعالوا نشوف كده، مثلا لو انا ثلاجتي مثلا 2 باب عاديه مش نفرست مش بخار، يعني من المعروف انه الثلاجه الاثنين باب بيركب لها ترموستات 3 طرف. طيب ده ترموستات 3 طرف اهو، الاثنين دول طرف واحد وادي طرف وادي طرف، يبقى دول 3 طرف. عفوا ده اقصد ده 3 طرف اهو، ادي طرف دول طرف واحد وادي طرف وادي طرف، ادي 3 طرف. طيب وده ترموستات 3 طرف، ده ترموستات برضو 3 طرف، ادي طرف 2 3. طيب ما اروحش انا اجيب اي ترموستات 3 طرف واركبه لاي ثلاجه 2 باب ومستني يفصل. ليه؟ من المعروف انه الترموستات اللي بيركب للثلاجه الاثنين باب بيبقى مرموز له بالرمز K59. طيب اغلبيه الشركات الايام دي بطلت تحط الرمز K59 او K50 او K54. فانا لما اروح اختار ترموستات ما اروحش للراجل البياع واقول له اديني يا عم ترموستات 3 طرف، او اديني ترموستات ثلاجه 2 باب. ممكن يديني ده ويقول له ده بتاع الاثنين باب باعتبار انه هو 3 طرف. في حاجه مهمه انا لازم ابص عليها، بصوا كده حضراتكم على الترموستات ده، بصوا كده حضراتكم، ده مش مكتوب عليه K59 ولا K50 ولا K اي حاجه، بس بصوا على حاجه كده، بصوا على درجات الحراره دي والرموز دي. كولد ان يعني بيشتغل او بيدخل التبريد دائرة التبريد على زائد 3.5، وبيفصل على سالب 12.5 لسالب 23.5 على حسب ما انا بعلي ووطي. يعني هي لو الترموستات مظبوطه على رقم واحد هتفصل على سالب 12.5 وتشتغل على زائد 3.5. تعالوا كده نشوف ده اهو، ده كولد ان سالب 10 او سالب 9.5، يعني بيشتغل على سالب 9.5، بيشغل التلاجة على سالب 9.5 وبيفصل على سالب 18 لسالب 24. يعني لو انا مخليه على واحد توصل درجة الحرارة سالب 18 التلاجة هتفصل، لما تعلى درجة الحرارة لسالب 9.5 التلاجة تشتغل. طب هل ده مناسب للتلاجة الاثنين باب؟ لا، ده كده بينفع لديب فريزر لان دايما بيحافظ على درجة الحرارة تحت الصفر، لكن ده ينفع للتلاجة الاثنين باب لان بيفصل على تبريد المراية، فدايما المراية ما بيبقاش متكون عليها تلج، عشان لو تكون تلج على المراية هنبص نلاقي انه التلاجة مش هتبرد من تحت. فلو انا ركبت ده ممكن تفصل معايا وكل حاجة، لكن هيبقى في طبقة تلج على المراية وبالتالي مش هيحصل عملية تبريد في الكابينة في التلاجة الاثنين باب تحت. يبقى اذا ده
ينفع للديب فريزر، ولكن ده ينفع للتلاجة الاثنين باب العادية مش البخار. طيب لو أنا تلاجتي باب واحد، من المعروف إنه التلاجة الباب واحد بيركب لها ترموستات اثنين طرف زي كده، ده اثنين طرف، دول طرفهم مع بعض وده طرف. طيب وده برضو ترموستات اثنين طرف وده ترموستات اثنين طرف. تعالوا كده نبص على الفرق بين دول ودول. تعالوا كده، ده بيفصل على سالب 10 لسالب 25. يعني لو انا مخلي درجة الترموستات على رقم واحد هتديني فصل على سالب 10، ولما توصل الحرارة لسالب 3 هتبتدي تشتغل التلاجة. تعالوا نشوف ده كده، لاحظوا كده حضراتكم ده كي 50 اهو، ومن المعروف انه التلاجة الباب واحد بيركب لها ترموستات كي 50. طيب تعالوا نبص على درجة الحرارة بتاعته، ده بيفصل على سالب 10 لسالب 20 تمام، وبيشتغل كولد ان على سالب 10 تمام. هل ده زي ده؟ طبعا لا، ده بيشتغل على سالب 2.5 لكن ده بيشتغل على سالب 10. طب تعالوا نشوف ده كده، اهو ده برضو كي 50 اهو، ده كي 50 لو لاحظت حضراتكم. طب تعالوا نبص على درجات الحرارة بتاعته، هنبص نلاقيه بيشتغل على سالب 2.5 وبيفصل على سالب 10 لسالب 20 تمام. يبقى اذا في اختلاف، رغم ان ده كي 50 وده كي 50، الا انه ايهما انسب للتلاجة الباب واحد؟ الانسب للتلاجة الباب واحد ده اللي بيفصل، اللي بيشتغل على سالب 2.5 اهو، او ده اللي بيشتغل على سالب 3. ده ينفع للتلاجة الباب واحد وده ينفع للتلاجة الباب واحد. طيب هل ده الكي 50 ده وده كي 50، هل الكي 50 ده ينفع للتلاجة الباب واحد؟ لا. ليه؟ لان بيشتغل على سالب 10 وبيفصل على سالب 20. يبقى اذا ده رغم انه اثنين طرف وكي 50 لكن ما ينفعش اركبه على تلاجة باب واحد. فاذا انا لازم قبل ما اركب الترموستات اشوف الحاجة المناسبة لكل تلاجة واركبها، علشان انا ما اتعبش نفسي واتعب الزبون. ولو انا كصاحب تلاجة هصلح تلاجة بنفسي او اغير الترموستات بنفسي، ابقى عارف ده هيركب لايه وده هيركب لايه وده هيركب ليه وده هيركب ليه. ما اروحش كده للبائع واقول له عم اديني ترموستات تلاجة باب واحد، روح مديني ترموستات اثنين طرف، اهو ده اثنين طرف، لكن قلنا مش هينفع للتلاجة الباب واحد. ليه مش هينفع؟ هو هيفصل، هيفصل على سالب 20 ويشتغل على سالب 10. في الحالة دي التلاجة هتكون تلج كتير في الفريزر وممكن تسد فتحات التهوية اللي نازلين لتحت، والتلاجة برضو ما بتبردش، نلاقي التلج متراكم في الفريزر لكن تبريد تحت في الكابينة ما فيش. لكن لو انا ركبت لها ده اللي بيفصل على سالب 10 لسالب 20 ويشتغل على سالب 2.5 هيحافظ لي على درجة التجميد في الفريزر وهيديني درجة برودة عالية من تحت. وكذلك التلاجة الاثنين باب بركب لها اللي هو بيفصل على سالب 12.5 ويشتغل على زائد 3. دي كانت كل حلقة النهاردة، وان شاء الله تكون عجبتكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وشير للفيديو. شكرا.